بالنسبة للثوم والبصل. نعم. بعضهم يقول طبعا جاءت الأدلة بالنهي عن أكل هاته الشجرتان والذهاب إلى المسجد. بعضهم يقول أنا أستعمل معجون الأسنان أو أكل الهيل وأذهب وتذهب الرائحة، فما حكم ذلك؟ هو البصل والثوم والكراث كله حلال، لأن الصحابة لما قالوا إنها حرمت قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بي تحريم ما أحل الله، لكن من أكلها فإن كان يقصد بذلك أن لا يصلي مع الجماعة فهو آثم ولا يسقط عنه إثم الجماعة، ومن أكلها لغرض أو للشهائيها فلا إثم عليه، ونقول له لا تذهب للمسجد ما دامت الرائحة موجودة، أما إذا ذهبت الرائحة فلا بأس، اذهب إلى المسجد. نعم.